أستاذ علي آل دهنين المعارض القطري. مساء الخير سيد علي. مساء النور يا أستاذ. يا مرحبا، أهلا بحضرتك. حضرتك في لندن مش كده؟ أيوة تمام. حضرتك قول لي، كيف قرأت هذا البيان من السيد عبد الله علي آل ثاني ودعوته لأن تجتمع الأسرة الحاكمة لمناقشة أين تذهب قطر؟ قطر إلى أين؟ طبعا لا يخفي سرا أن الأمور وصلت في الأزمة الخليجية إلى طريق وإلى منحدر وإلى تفجر كبير، فكان من الطبيعي أن سمو الشيخ عبد الله بن علي ياخذ موقف، لأن هو من البداية تحمل مسؤولية التدخل في حل مشكلة الحجاج، وهو من الطبيعي أن يتدخل لحلحلة الموضوع. المشكلة وصلت إلى طريق غير مسدود، الثقة انعدمت بالنظام القطري، يجب يكون هناك بديل للخروج من هذه الأزمة. فبيان الشيخ عبد الله بتوجيه الدعوة لاجتماع بالأسرة الحاكمة في جنيف قريبا للخروج من هذه الأزمة، هل يقرأ ده على انه خطاب انشقاق او عصيان مدني او حاجة زي كده؟ يعني الأسماء الكبيرة دي. لا، احنا بالنسبة لنظام المشيخة عندنا، النظام القبلي، ما عندنا انشقاق، لان هو امر طبيعي حسب الدستور، هو من الأسرة الحاكمة الدرجة الاولى، وهو من الناس اللي يحق لهم الحكم. نعم. وليس انشقاق لما انا اخوي او ابن عمي زين يحيد عن جادة الحق او يعمل مشكلة، البديل موجود. هذه نظام الكون. احنا لحد الان ما وصلنا الى مرحلة الانشقاق او مرحلة مصادمة مع الدولة. احنا كمعارضة، كشيخ عبد الله كمعارضة في الداخل، نضغط على النظام، وهذا امر طبيعي، لان النظام ادخل البلد في طريق مظلم. احنا ما نبي نوصل الى مرحلة ان احنا عشان نحصل الى القضاء نفض مقابل القضاء مثل ما صار في العراق. مين اللي في النهاية يا فندم الحكم اللي بيصفر عندكم؟ معلش انا اسف السؤال البايخ ده، مين عندكم اللي في الاخر خالص يجي يفصل ويقول ايه؟ يقول ده فقد مش بس شعبيته، ده كمان فقد شرعيته وهذا سيحل محله. مين اللي يقول ده؟ مين اللي قرار ده؟ قرار مين؟ هو الشيخ عبد الله. هو الشيخ عبد الله يمسك المسؤوليه، يتعهد يصدر بيانين. وانا من هذا المنطلق اشكر المملكه العربيه السعوديه على راسهم الملك سلمان بحفاظته واستقباله للشيخ عبد الله ومعاملته كمعاملة رئيس دولة، وتسخير كل الإمكانيات إن شاء الله لحل الأزمة. يا رب بالتوفيق، وتمنياتنا لأهلنا ولشعبنا في قطر بالازدهار والتقدم وبالاستقرار، وأن ربنا يخلصكم من هؤلاء الذين يسيئون إليكم. أنت شعب القطري شعب عظيم، شعب محترم، ناس يعني نقول زينا عايزين الخير لنفسهم وللآخرين، ما عندوش رغبة لأنه يسيطر وأنه يدخل في شؤون الآخرين ولا خير. فعايزين يكون الأمور واضحة بالنسبة لنا، لا عداء لأي مصري مع أي قطري بحكم كونه قطريا، ولا عداء لنا مع أي حد أصلا. انت هتتدخل في شؤوني بطريقه سلبيه ولا اخو؟ لا خلاص، هنا انت اللي انشات العداء مش انا. وبالتالي احنا بنتمنى على الشعب القطري ان يقول كلمته. الشعب القطري ان يقول كلمته، عندك قياده واضح انها ناس يعني بني ادم اهوج مع نخبه يعني هقول لا تؤمن بسياده الدول الاخرى ولا بحق الاخرين في ان هم يقرروا مصيرهم، ويرى نفسه قوه عظمى ويغامر مغامره كبيره. يا عم انت راكب موتوسيكل وعايز تمشي في وسط الصحراء وتسوق على 500 كيلو، ماشي هتخبط في شجره هتموت نفسك، انما ما تجيش في وسط ميدان مليان بشر وتمسك اتوبيس مش عارف ايه وتروح ده معايا بدبح، فما هو مخبط في خلق الله. اكيد هيكون في رد فعل، رد الفعل هو ده اللي انت بتشوفه. العداء لقطر النهارده ما بقاش عداء بس كمان حكام، ده عداء شعوب بسبب قرارات اتخذت في قطر، اتخذت في الدوحه، مش قرارات اتخذت في اي مكان اخر.
ولا تلومن إلا نفسك. بس أنا عايز أقول جملة واحدة قالها يعني حاجة على حسب اللي قاله الشيخ علي آل دهنيم. في حاجة بتحصل في الدول الديمقراطية اسمها presidential recall. يعني إيه؟ لو أنت خدتك واكتشفت بعد سنة 2-3 أن أنت ما ينفعش، بالذات بتحصل في مثلا في ولاية زي كاليفورنيا عملوها قريب، قريب يعني من 5-6 سنين. أنا انتخبت حاكم وبقيت اكتشفت بعد فترة أنه ما بيفهمش، كان حمار يحمل أصفارا. أنت بقى عامل له إيه؟ نعمل مش عارف كام في نسبه كده يضمدوا ويقولوا بيتيشن، يعني مش احنا الراجل ده مش عايزينه، فيعملوا انتخابات بيسموها ريكول، استدعاء. فهو واضح ان الاسره الحاكمه في قطر بتعمل استدعاء، بتقول الراجل ده احنا كنا فاهمينه بيفكرينه بيفهم، اتضح انه زي ما هيودينا كلنا في داهيه ويدخل قطر والمنطقه كلها فيما لا نحب.